قضيه السيد الرئيس شيلوها حطوكم وحده بديله ما يقدرون. تدري ليش؟ لان هذه بها قرار محكمه اتحاديه. وانت لما انت تؤكد على شيء يطعن بقرار المحكمه الاتحاديه، لعد انت شلون، انت شلون تقول اني اخضع للقوانين واخضع صدق ما تقدرون تتنازلون عن انتم سالفه الرئيس. السيد الرئيس مجلس النواب السابق وهو رئيس حزب تقدم الحاكم. اي تقول قول رئيس نطلق الرئيس. ما هو شوف يا سيدي استاذ محمد بصراحه نعم. مو هي والله تموتون على سالفه الرئيس. حلو عوف الرئيس يا اخوي. حلوه شغله الرئيس يا اخوي، خلي الناس تتواضع. مو هسه عندنا يا ابو والله يا اخي متواضع. والله العظيم عندنا ثق بالله عندنا سياسيين متواضعين. اسولف عمو سموه زعيم ومشوها بعد. تدري ليش؟ تدري ليش؟ لانه صارت يعني عليكم سبه انه انتم مصرين على شيء ما موجود. يعني تتهم له يعني بالعكس انت الان انصفت انت الان انصفت الرئيس الحربوسي هو زعيم من فعلا انا اعتبره الان احكي لك اياها الزعيم السني بعد 2003 الرئيس خلاص. انا انت تؤمن بهذا غيرك ما يؤمن، هذه مشكلته حرية. بس انت نعم. تجي تضرب المحكمه الاتحاديه ما اضرب انا ما اسمح لك. انا رحيم عبودي ما اسمح لك بعد ما حضر. يعني اي واحد يحكي بقضيه انه بالعكس فلان الرئيس اقول له لا بس اسمح لي. القرار رقم هلقيت في تاريخ هلقيت صح اسقط هذا اللقب عنه. واني والرئيس الحلبوسي معاك اول واحد احترم قرار المحكمه الاتحاديه.